الو، انا وضعت يعني ورك شوب كان جاهز لي، انا اعطيه للمدراء الفنيين والمدربين في الانديه وفي مجموعه من التمارين اللعب، كل اللعب واحد من تمارينها يلعبوا 8 ضد 8 الى 10 ضد 10 في نصف الساحه، لعب اعتيادي يكون التسجيل على خطوط تماس نصف الساحة، يعني ممكن نسجل على خطوط الهدف أو ممكن نسجل على خطوط التماس. من أقول خطوط الهدف يعني بخط الهدف وخط المنتصف، ومن أقول خطوط التماس يعني بخطوط التماس الجانبية يعني، أو أستخدم مصطلح يسموه vertical و horizontal يعني أفقي عمودي، أفقي عمودي. فأثناء اللعب لأجل الحيازة وخلق فرص الدحرجة ووضع الكرة على خط التماس أو خط الهدف حسب أوامر المدرب، المدرب يعطي الأمر أثناء اللعب، فيقول عمودي معناه توضع الكرة على خط الهدف وخط المنتصف، من يقول أفقي بالصوت معناه تضع الكرة على خطي التماس، يعني أحد خطي التماس، ويكون اللعب هذا على شكل مراحل. بالمرحلة الأولى يعني لما أقول vertical العمودي مثل عمودي أقول، فالفريق الأصفر يكون الخط ماله مال الهدف هو خط هدفه target ماله، بينما خط الفريق الآخر يكون خط المنتصف. زين مبين يعني مبلغين. ولما أقول أفقي يكون تبليغ، يكون هذا بي خط اليسار مال التماس للأصفر وخط يمين مال الفريق الأصفر، يعني التارجت ماله يصير ذاك بالعكس لفريق الآخر، فيكون هناك أوامر اثنين، أما عمودي أو أفقي، بس عمودي وأفقي، عمودي وأفقي. فاللاعبين ينتقلون بين أن يبنون بما يعرف بوسع الساحة وما يعرف بعمق الساحة. فدائما تطبق عندما نقول أفقي تطبق مفاهيم اللي يسموها الوسع. زين، وعندما نقول عمودي تطبق مفاهيم الاختراق ومفاهيم العمق. هذا لا يعني أنه لما نقول عمودي ما في لعب وسع، لا لا أبدا، بس إحنا نعود اللاعبين أنه لما نقول بالأفقي معناه أنت بساحتك يعني وتريد تبني، أحسن شيء بالبناء أن تلعب بالوسع، بالوسع. وبالعكس صحيح، أنه أنت من تلعب عمودي أنت تريد الحقيقة تلعب تبني من خلال العمق، فتبني من خلال دائرة الوسطية. زين، فمجموعة من الأفكار الجيدة يتغذى بها المدرب ويروح يطبقها بالساحة ويشوف تأثيرها ويكتب عنها وتدخل ضمن المنهج التدريبي لمدربي الأندية. هذا واحد. هناك تقريبا على هذه الشاكلة مجموعة من تمارين كبيرة يسموها تمارين اللعب، تمارين اللعب ما تقل عن 8 ضد 8 أنبه، وتصير 9 تصير 10 ضد 10 بأشكال وأنواع مختلفة. فاليوم يعني أحد الأخوة، لأن أنا التقرير هذا اللي وضعت لكم يعني موزعاني على أساس نبدي به هاي السنة، بس يعني تقاعدي من المهني خلاني أضعه للناس، لكن هي مناهج الاتحاد القطري لكرة القدم قد ما كنت أنا قبل شهر يعني قد ما كنت يعني مدير التعليم والتدريب بالاتحاد، فكنت نسوي ورش عمل جميلة مع مدربين رائعين، مدراء فنيين جيدين، وناس تفيد تتعلم، وناس يعني مؤدبة جدا جدا، مؤدبين، لأن أنا بنيت عملي على الاحترام أول شيء مهنيا والاحترام.
يعني هاي هي التمارين المرسومة. أنا أحد الأخوة أول ما وضعت التقرير طلب مني قلت لك شو حنا تمرين دكتور؟ هذا تمرين أنت من خلال التمرين راح تشرح بقية التمارين كلها. إذا التسجيل هنا يكون يعني scoring يسموه on the lines of the half field. لو تريد كذا بعد ذلك لما تخلص تطور هذا التمرين. طوره وطوره وطوره لكن يبقى المحتوى يسمونه content هو هذا العدد يلعب بكرة واحدة للتسجيل على خطوط الأهداف أو غير خطوط الأهداف وهي اللي ردنا نركز عليها يسموها تمارين اللعب. أنا الدكتور موفق حياكم الله جميعا الإخوان العرب مدربين المتابعين شكرا.